يمكنكم متابعة برامج وأخبار قناة النهار أو القناة الإخبارية في الجزائر على موقعنا على اليوتيوب، كما يمكنكم التفاعل معنا من خلال تسجيل تعليقاتكم على كل الأحداث الحصرية التي ينقلها تلفزيون النهار. من هناك للوقوف على آخر المستجدات، صباحك سعيد منى. وصباحك أسعد ناصر. إذن ناصر، تغطيتنا ما زالت مستمرة ومباشرة من مجلس قضاء البليدة. نقول لكم أول بأول آخر مجريات محاكمة القرن، أو ما يعرف بمحاكمة الفتى الذهبي عبد المؤمن خليفة. إذن ناصر، أول ما أستهل به هذا التدخل هو أننا بعد التغطية الأمنية المكثفة التي كانت تحاط بكل المتهمين، لكن على وجه الخصوص المتهم الرئيسي وهو عبد المؤمن خليفة. يعني الملاحظ الذي يرى عبد المؤمن خليفة فهو صراحة مع تدقيق النظر فيه لا يعرفه، لأن عبد المؤمن خليفة كل الحضور الذين شاهده هناك اختلاف كبير في في شكله العام، في جسمه ظهرت نحافة بادية على وجهه وعلى كامل جسمه. فعبد المؤمن خليفة فهو ليس ذلك الفتى الذهبي الذي كانت شمسه تسطع أيام خلال الألفينيات، لما كان الرجل الأعمال الثري والقوي الذي كان معروف داخل الوطن وشهرته وصلت إلى العالم، الذي كان يتجول في كل البلاطوهات الكبرى، البلاطوهات العالمية. إذن عبد المؤمن خليفة، فقلت هناك اختلاف كبير بين عبد المؤمن خليفة بين الأمس واليوم. إذن إضافة إلى ذلك ناصر، القاضي رئيس محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة السيد عنتر منور ما زال ينادي على أسماء الحضور من المتهمين والضحايا لحد الساعة، منذ انطلاق جلسة المحاكمة والإعلان عن افتتاحها على الساعة 9 صباحا. ما زالت قائمة المنادات مستمرة. إذن حول خصوص عدد المتهمين، قلنا أنه تم إدماج القضيتين، قضية البنك الخليفة أين شهدت ثغرة مالية في الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة والتي قدرت ب 3.2 مليار دينار جزائري، إضافة وهي القضية التي تحمل رقم 74، إضافة إلى القضية التي تحمل رقم 78 وهي القضية التي هي قضية الخليفة أين يوجد عبد المؤمن خليفة وهو المتهم الرئيسي. إذن فتم دمج هاتين القضيتين في قضية واحدة. إذن ما أن عبد المؤمن خليفة فهو المتهم الرئيسي بعدما كان في قضية البنك الخليفة مجرد شاهد. وأيضا ما ميز جلسة المحاكمة منذ الساعة 9 صباحا، أيضا حضور وزير المالية محمد جلاب الذي قدم تقرير إلى النائب العام لمحكمة البليدة. هذا التقرير لحد الساعة لا نعرف محتوى، هناك أصداء تقول أنه في هذا التقرير هناك شهادة السيد وزير المالية محمد جلاب، وللإشارة فقط أن يمكن لكبرى الشخصيات والأسماء الثقيلة إذا لم تحضر الجلسة يمكن أن تقدم وتدلي بآرائها خلال محضر التحقيق أو في محضر التحقيق. وأيضا محمد جلاب وزير المالية لابد من التذكير أنه كان رئيس المدير العام لبنك القرض الشعبي الوطني، وهو الذي قام بتصفية المصفي، هو كان مصفي البنك، كان له هذا أكلت له هذه المهمة، وهو الذي صفى كل من بنك الخليفة وخليفة للطيران وباستفاء عامة كل ممتلكات الخليفة سواء كانت داخل الوطن أو خارجه. طيب منى مالك، هذه القضية أكيد هذا ما لدي لحد الساعة الآن. نعم. ناصر، من هذه القضية تهم الرأي العام الجزائري، وخلفك يبدو واضح توافد أكيد المواطنين على أو حول
محيط محكمة البوليدة أصداء. هل لك أن تنقلي لنا أصداء الشارع الجزائري، يعني توقعاته لسير هذه القضية؟ نعم، إذن كما قلت هناك يعني قضية الخليفة أو ما يعرف بفضيحة القرن، يعني عرفت استقطاب عدد كبير من الرأي العام، سواء يعني سواء المعنيين بالقضية أو هناك يعني خارجين يعني متتبعين لحيثيات وتطورات قضية الخليفة. هناك يعني خارج مجلس قضاء المحكمة هناك تجمهر كبير للمواطنين يحاولون أن يعرفون يعني أولى بأولى ماذا جرى خلال هذه الجلسة. ناهيك أن أيضا هناك عدد كبير قلت للضحايا وعائلاتهم، ولابد أيضا من الإشارة أن مجلس قضاء البوليدة خصص اليوم فقط، يعني كل المحكمة هي اليوم مفتوحة فقط لاستقبال بنك لاستقبال ومناقشة وأيضا محاكمة الخليفة قضية الخليفة، وأن كل القضايا يعني تم يعني تحويلها إلى المحكمة العليا للبوليدة، وهذا نظرا لأهمية هذه المحاكمة. شيء طبيعي منى أنه تخصص جلسة اليوم. نعم. سوى لمناقشة هذه القضية بالنظر إلى حجمها الكبير. أكيد كان لك احتكاك منى مع المهتمين بالشأن القانوني والمحامين، هل هناك سيناريو ربما في أذهان المهتمين بهذه القضية بالنظر إلى خبرتهم في هذا المجال؟ أكيد نصر، إذن رجال الجبة السوداء، إذن هيئة الدفاع إنها حاضرة بقوة اليوم، ويعني كان لنا منذ قليل حديث مع المحامي إبراهيمي الذي سيكون حاضرا معنا في نشرتنا الإخبارية. نعم. اللاحقة كي نناقش معها هذه القضية، وحسب يعني ما استقيناه من كلامه أن هو بالنسبة له وحسب رأيه أنه إرجاء القضية أو تأجيلها إلى تاريخ لاحق فهو يعني استبعد ذلك كثيرا، وبالعكس هو في رأيه أن القضية بما أن الملف الخليفة فتح أكيد أنه لا يغلق، وستستمر حيثيات ومجريات المحاكمة، واستبعد كثيرا ربما يعني ربما حول ما يعني ما يقال هنا وهناك ربما هناك إمكانية تأجيل القضية، لكن حسب المحامي الكبير ميلود إبراهيمي أن تأجيل القضية أمر يعني مستبعد للغاية، وأن القضية بما أنها فتحت هي مستمرة، خصوصا وأن أغلب المتهمين هم حاضرين في قاعة الجلسات. هل أعجبكم الفيديو؟ اشترك، سجل تعليقك أو موقفك أسفل الصفحة، لأن رأيك يهمنا إيجابيا كان أو سلبيا، لأننا نهتم كثيرا بوجهة نظركم.